أحال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن خطة الاستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج إلى اللجان المختصة. جلسة جديدة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس وصل خلالها مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. جلسة اليوم ركزت على مناقشة الطلب المقدم من عدد من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الخطط المقررة للاستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج، حيث عرض عدد من النواب مقترحاتهم واستفساراتهم بهذا الشأن. الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتبر العنصر البشري أحد أهم الموارد الثروة الوطنية، وعليه يعتبر إعادة بناء الإنسان المصري هو المعادل الموضوعي لإعادة بناء الوطن. خلال الفترة السابقة أعطت الحكومة المصرية عناية خاصة لملف الطلاب الدارسين في الخارج، خاصة الطلاب الدارسين في مناطق حروب أو نزاعات أو مناطق صراعات في ظل الأوضاع المتردية التي تشهدها هذه المناطق. مصر نحو الجمهورية الجديدة يجب أن يكون فيه شباب بيتكلموا مع أقرانهم في الدول الأخرى، الترابط ده بيخلق، وإحنا شفنا في مؤتمر الشباب الدولي العالمي اللي كان موجود في مصر الشباب إزاي كان منبهر ما تم في مصر. لو شبابنا اللي بيدرسوا بره في الدول دي قدروا ينقلوا التجارب دي لأقرانهم، أظن إن إحنا هيبقى عندنا قوة ناعمة حقيقية غير موجهة، لكنها بتتحدث نفس اللغة الشبابية. من جانبها أكدت الحكومة أن التواصل مع المصريين بالخارج في مقدمة أولوياتها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يمثل المصريون بالخارج قوة ناعمة لمصر، ولأن أي نجاح لهم يمثل نجاحا لمصر. وفي نهاية الجلسة أعلن رئيس مجلس الشيوخ إحالة موضوع طلب المناقشة العامة والمناقشات وتعقيب الحكومة إلى لجنة خاصة لدراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس. وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أكد نواب من المجلس أن الاهتمام بالمصريين بالخارج أصبح ضرورة ملحة. الحقيقة أن إحنا محتاجين أن إحنا نربط بين احتياجاتنا في التخصصات المختلفة وبين استراتيجية مصر 2030، حتى يعني نسرع من تنفيذها فيما تبقى فيها في الست سنوات القادمة. الحقيقة أن منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يعي أهمية المصريين اللي درسوا بالخارج وتم الاستعانة بيهم بالفعل خلال الفترة السابقة في 10 سنوات في المجالات المختلفة، لكن الاستمرارية في الاستعانة بالمصريين من الخارج والطلبة بتخصصاتهم المختلفة اللي احنا الدولة محتاجاها اصبح ضرورة ملحة جدا في الوقت الحالي.